وفي كلمته بالمؤتمر قال شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب إن الإسلام دون غيره من الأديان يتعرض لهجمة شعواء على تعليمه وشرائعه. ليس من الصدفة البحتة أن يتزامن في بضع سنوات فقط تدمير دول عربية وإسلامية بأكملها، يتزامن مع دعوات مريبة تظهر على استحياء بادئ الأمر تنادي بضرورة تحطيم هيبة الكبير واحترامه، وتنظر إلى هذا التقليل الذي نفخر بتنشئة أبنائنا عليه، تنظر إليه نظرة احتقار بحسبانه سلوكاً لم يعد له مكان في ثقافة الفوضى وثورات الربيع، مع خطة مريبة لتحطيم تراث المسلمين والسخرية من أئمته وأعلامه، وفي سعال جامح يعكس حجم المؤامرة على حضارة الإسلام. يتزامن ذلك مع هجوم مبرمج على الأزهر الشريف، حتى أصبح من المعتاد إدانة الأزهر وإدانة مناهجه عقب أي حادثة من حوادث الإرهاب، في سعي بائس فاشل لمحاولة خلخلة رصيده في قلوب المسلمين.